بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أحيي حضراتكم من مسجد نادي الجلاء لضباط القوات المسلحة بمصر الجديدة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان ننقل لحضراتكم بعون الله تعالى شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الكريم، وذلك مشاركة من تلفزيون جمهورية مصر العربية في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة التي حققتها قواتنا المسلحة المصرية على ضفاف قناة السويس وعلى أرض سيناء الحبيبة منذ 13 عاما، أي في 6 أكتوبر عام 1973، وكانت ولا تزال تلك الانتصارات في تاريخنا المعاصر. نحاكي بها أمجاد الماضي وننطلق منها إلى آفاق المستقبل الآمن الهادئ المستقر، فقد كانت حرب أكتوبر في جوهرها خطوة على طريق السلام، رغم كونها في ظاهرها قتالا وتضحية بالمال والجهد والرجال. كانت حرب أكتوبر إخوة الإيمان صورة كفاح مشرفة تجلت فيها عناية الحق تبارك وتعالى بنا وتأييد ملائكته لجنودنا في ساحات القتال. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء الشهداء
وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغار
والأمر يومئذ لله وما والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا منصتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونقلناها لحضراتكم من مسجد نادي الجلاء لضباط القوات المسلحة بمصر الجديدة، وذلك ضمن شعائر صلاة الجمعة التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب اليوم.